صباح الخير صغاري، درسنا لليوم تحليل العدد. نتذكر، يمكننا كتابة العدد على صورة حاصل ضرب عددين أو أكثر في بعضهما، وتسمى قواسم العدد، وفيما يأتي بعض الأمثلة. قواسم العدد 2، 1 و2. قواسم العدد 3، 1، 3. قواسم العدد 4، 1، 2 و4. قواسم العدد 5، 1 و5. قواسم العدد 6، 1، 2، 3 و6. قواسم العدد 8، 1، 2، 4 و8. نلاحظ اختلاف في أعداد القواسم، فبعض الأعداد لديها قاسمان وبعضها أكثر. العدد الأولي هو كل عدد طبيعي له قاسمان مختلفان فقط، العدد نفسه والعدد واحد. لاحظ أن قواسم العدد 2 هي 1 و2 فقط، فهو أولي، وقواسم العدد 3 هي 1 و3 فقط، فهو أولي. أما العدد 1 ليس أولياً، لأن له قاسم وحيد هو الواحد، والعدد 0 ليس أولياً، لأن له أكثر من قاسمين. مثال: صنف الأعداد الآتية من 1 إلى 20 في الجدول الآتي إلى أعداد أولية وأعداد غير أولية. نلاحظ الأعداد المكتوبة أمامنا. ما هي الأعداد التي تقبل القسمة على نفسها وعلى الواحد فقط؟ فنكتبها في الأعداد الأولية، وهي 2، 3، 5، 7، 11، 13، 17 و19، وهي أعداد لا تقبل القسمة إلا على نفسها وعلى العدد واحد، فهي أعداد أولية. أما باقي الأعداد الموجودة فلها أكثر من قاسم، مثل 1، 4، 6، 8، 9، 10، 12، 14، 15، 16، 18 و20، فهي أعداد غير أولية. فالأعداد الأولية الأصغر من 20 هي 2، 3، 5، 7، 11، 13، 17 و19. تحليل العدد. تحليل العدد أي كتابته بشكل جداء عوامل، مثلا العدد 36 يحلل إلى جداء عوامل كما يأتي: 4 ضرب 9. نسمي كل من 4 و9 عوامل للعدد 36. كل عدد غير أولي يمكن أن نكتبه بشكل جداء لعوامل أولية. مثال: تحليل العدد 12 إلى عوامله الأولية هو 2 ضرب 2 ضرب 3. التحليل باستخدام مخطط الشجرة. لتحليل العدد 12 باستعمال مخطط الشجرة نتبع الخطوات الآتية. أولاً نكتب العدد 12، نبحث عن عددين جداؤهما 12، ولنأخذ العددين 2 و6. نضع دائرة حول العدد الأولي 2، نبحث عن عددين جداؤهما 6 لنأخذ 2 و3. نلاحظ أن كلا من العددين 2 و3 أولي، لذا نضع دائرة حول كل منهما. فيكون جداء العوامل الأولية المحاطة بدوائر هو التحليل المطلوب، أي 12 تساوي 2 ضرب 2 ضرب 3. تحقق من فهمك. حلل باستعمال مخطط الشجرة العدد 18 إلى جداء عوامل أولية. نكتب العدد 18، ثم نبحث عن عددين جداءهما 18، 6 و3. نقوم بإحاطة العدد 3 لأنه عدد أولي. نبحث عن عددين جداؤهما 6 لنأخذ 3 و2. نقوم بإحاطة العدد 3 لأنه عدد أولي، ونقوم بإحاطة العدد 2 لأنه عدد أولي أيضا. فيكون جداء العوامل الأولية المحاطة بدوائر هو التحليل المطلوب، أي 18 تساوي 2 ضرب 3 ضرب 3. وبهذا نكون قد انتهينا من درسنا لليوم، ولدينا واجب تدرب صفحة 166.
إلى اللقاء صغاري.